إلى أخبار هيئة قناة السويس، حيث صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن. وأكد رئيس الهيئة أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة في ظل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة. دكتور كريم، أهلا ومرحبا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور كريم، برأيك ما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح؟ يعني طبعا بالفعل احنا ما نقدرش ننكر ان التوسعات والإجراءات اللي بتقوم بيها هيئة قناة السويس وبشكل مستمر، يعني هي اللي ساهمت بشكل كبير ان عدد السفن المارة في قناة السويس في الاتجاهين زاد. يعني كمان برضو نحب نأكد ان هي هتكون ايضا في زيادة مستمرة، لان كمان الفترة الحالية بتشهد زيادة في حركة الحاويات وايضا في حركة حاملات النفط العملاقة وسفن الصب او السفن الجافة وايضا سفن تنقل الغاز المسال نتيجة الطلب المتزايد على الطاقة في اوروبا وفي امريكا. وبالتالي طبعا يعني احنا برضو كان في بعض الاجراءات اللي قامت فيها هيئة قناة السويس عقب يعني أزمة السفينة اللي جنحت في شهر مارس، ده طبعا ترتب عليه ان انت يعني اصبحنا نعمل نوع من انواع المرونة في السياسة السعرية علشان تجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تمر قبل كده من قناة السويس، وده طبعا يعني انعكس على زيادة عدد السفن اللي بتمر في قناة السويس. وكل عام طبعا يعني احنا لو شفنا يعني بيانات عام 2020 ان عدد السفن اللي مرت في قناة السويس اقتربت من 20,000 سفينة بحمولة تتجاوز المليار طن، وده اكتر من عام 2019، وعام 2019 كان اكتر من 2020. وبالتالي يعني التطورات والانفاق الضخم اللي تم انفاقه على قناه السويس كان ليه جدوى اقتصاديه علشان ان حجم التجاره العالميه تتزايد مستمر، وبالتالي يعني الحموله ايضا تتزايد، وان طبعا يعني عندما نقيس يعني ايرادات السويس ليس عدد السفن اللي تمر ولكن ايضا بالحموله اللي تمر، اللي احنا دلوقتي اصبح يمر في قناه السويس حاويات السفن الحاويات العملاقه اللي يعني وزنها بتجاوز ال 240,000 طن، يعني يبقى فيها مجموعه من العوامل تساهم في زياده ايرادات قناه السويس، جزء متعلق بعدد السفن المره وجزء ايضا متعلق بالحموله. نعم، دكتور كريم، كيف تثمن سير خطه الهيئه نحو زياده قدره القناه على استيعاب السفن وايضا جذب الاستثمارات للمنطقه الاقتصاديه؟ يعني طبعا يعني هي قناه السويس ليس فقط الممر الملاحي والمواني، ولكن ايضا هي فيها منطقه لوجستيه وفيها منطقه اقتصاديه. يعني يمكن كانت احنا لدينا في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس المدينه الصناعيه، اكبر مدينه صناعيه خارج الصين، وايضا في المدينه الصناعيه الروسيه وفي عدد اخر من الدول الاوروبيه يعني بتحدث عن بناء عدد من المدن الصناعيه الجديده، لان طبعا يعني انت هنا بتتحدث عن منطقه اقتصاديه فيها حوافز استثماريه، لان الاستثمار دائما يبحث عن الحوافز. فمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس وفقا لقانون الاستثمار فيها حوافز عاديه وايضا فيها حوافز اضافيه، فده بيشجع طبعا وجود رجال الاعمال وممثلي الشركات الكبرى اللي هي تيجي بشكل يعني دوري وسنوي علشان تبحث ايه هي ممكن الفرص المتاحه اللي هي تستثمرها في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس، بالاضافه لان طبعا يعني مصر دخلت عدد كبير من الاتفاقيات الدوليه واتفاقيات التجاره الحره زي منطقه التجاره الحره الافريقيه او منطقه التجاره مع امريكا الجنوبيه او الاتحاد الاوراسي، كل دي طبعا بتساهم بشكل او باخر ان هي تشجع الاستثمارات، لان الاستثمارات بتكون ليها مصانع وليها سلع ومنتجات وخدمات بتقدمها، وبالتالي كلما توسعت مصر في عقد تلك الاتفاقيات ده بيشجع او بيفتح لمصر ويفتح ليها اسواق جديده في عدد كبير من دول العالم. بالفعل، الخبير الاقتصادي دكتور كريم العمدة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.